بس انت المختار وما في غيرك بحلها. المخلوقة من أول ما مات ابنها وهي مشلوحة عبابون عم تبكي وتنطب بحالها. صرت حكي مرتين مع عم جبل وما في فايدة. قال هيدي قصة جوات العيلة وهن بيحلوها بين بعضه. بس يا مختار هاي المرة مقطوعة وما ضللها زلمة. جوزا انحبس وابنا انقتل ونحن شايفينها عم تتبهدل ونحن مكتفين. معقول نضلنا هيك؟ جلال وحد الله من عندها الصبح. جبل غلط والكل شاهد على غلطه. ولا شو يا مختار؟ اثنين غلطوا يا ابني. جبل وشهين تاه رأيهم واثنيناتهم مقصروا ببعض. والله مزبوط. مين كان بيحذر عليهم؟ كل عمرهم ايد وحده وقلب واحد. عن شو عم تحكوا يا جماعه؟ الرجال كان فرد وفاضي. شاهين انقتل ظلم والكل شاهد على هالشيء. شاهين خانه لجبل وطلع بلغ عنه الدرك. وهالقصه هيدي كلفت عيون خيو صخر وقتلت رجالهم وجابت 100 مصيبه وراها. جبل كل عمره مطلوب. شاهين الله يرحمه ما خصه. شلال روقنا الله يرضى عليك. شفت؟ دائما كلمة الحق بتزعل. يرجع بيقول لي حق. بدنا نلم القصة ولا شو؟ ولأيمتى بدنا نضل نلمها؟ شاهين انظلم مثل ما انظلم بي الله يرحمه. انقتل خادر. فكر علي الأمان قام انقتل بالبيت اللي ربي فيه. لا حتى واندفن فيه. لك حتى جثته يا جماعة ما عطونا إياها. شاهين انقتل واندفن وما خلونا نصلي علي. وهي شغلة كبيرة وما إلها حل. مش صحيح جبل ما قصر. قالوا غسلوا صل علي ودفنوا ببيته من كتر محبته لاله. ولو يا مختار هاي بتمرق عليك. يعني رح يكون غالي عليه أكتر من أمه. لك المسكينة ما خلوها تشم ريحته قبل ما يندفن. وهيها ملقوحة على باب بيته ما عم بيخلوها تقرأ الفاتحة عليه. بعدين وين هو جبل؟ وين اختفى؟ منو زعلان علي؟ طفر بهالجرود. عم بتقول أمه ما قدر يتحمل من زعله. كرمال هيك طلع بفترة بخلوة مع حاله. قصدك هرب؟ لأنه ما له عين يحطها بوجه الناس بالهيبة. قال لك العم بالحبس وما في رجال بالعائلة. بغيب فترة لبينما بردت. جابن مفكر شاهين انقتل وضاع غريمه، مفكر حتمرق هيك القصة. ضاع غريمه؟ الله يطول بعمر المعلم غازي. والله بس يعرف إنه ابنه انقتل لينبش الأرض ويطلع يخرب الهيبة فوق راس اللي فيها. ماشي. شو رأيك يا مختار؟ سامي كبر كتير وما بقى صغير والهيئة طالع مثل بي وعنيد. شو يعني؟ بدنا نتركه يولعها ويزط حكي يمين وشمال. وشو بدك ياني يقول له يعني؟ ما شفت النار بعيونه؟ بعدين تعال أقول لك، كلنا بنعرف إنه سليمان السعيد انقطع ظلم.